السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله احنا النهاردة 21/7 في فيديو من فيديوهات الطماطم. نشوف الطماطم اللي احنا فيها النهاردة ديت وضعها ايه وبعدين نتكلم. دي طماطم زراعات 10/7 عمر 11 يوم. النهاردة 21/7 عمر 11 يوم. هذا النبات بتاعنا اهو عمر 11 يوم. بص كده الاملاح اللي هنطلع على وش المصطبه. بص كده حضرتك كده, بص الاملاح, بص الاملاح عامله ازاي. بص كده شكل الاملاح بتاعتي ده كده اهو. طماطم عمر 11 يوم, طماطم عمر 11 يوم. اهي الارض كلها بالوضع ده الحمد لله, ما فيش تسقيط. بس في مشكلة تانية قدامنا. شفت الاملاح نطرة ازاي هنا, بص نطرة ازاي برا اهي. بص الاملاح برا اهي, بص الاملاح نطرة عاملة ازاي. بص الاملاح يبقى طماطم زراعات 10/7 عمر 11 يوم. تبارك الله تبارك الله, المساحة كلها بالوضع ده اهي. الاملاح برضه اهي, شفت الاملاح عندي اهو. مشكلة عمر 11 يوم. صنف ملوش اي علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. صنف لكل الاحطام والتقدير ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. طماطم زراعه 10/7 عمر 11 يوم. الارض كلها بالوضع ده. شفت الاملاح باينه ازاي على المصطبه. شوف نطره الاملاح على وش المصطبه. طماطم عمر 11 يوم. شايفين مستوى الاملاح عامل ازاي معانا في الارض كلها. في الارض كلها النهارده ميه جدع لما اجيب الاحماض بكره. مساحه كلها تبارك الله تبارك الله تبارك الله, ربنا يسدد مع اليوم يا رب. مساحه كلها بالوضع ده. املاح شديده, املاح شديده, املاح شديده. لفينا وشفنا وضع الارض وشفنا وضع الطماطم. قلنا الصنف اللي كله الاحطام والتقدير ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه خالص. الطماطم ديت زراعات 10/7 النهارده 21/7 عمر 11 يوم. عمر 11 يوم. نتفاجئ ان احنا في ال 10 ايام اللي فاتوا دول هو كان شغال على التنشيط بمدارس كثيره على التنشيط, ادى عفان جامده لانه طبعا زرع 10/7 في عز موجة الحر, وكان حاول ان هو ياجل الزراعات بس للاسف ما نجحش, فاضطر ان هو يزرع في عز موجة الحر بتاعت 10/7 وسحب اعفان شديده واشتغل الفتره اللي فاتت دي كلها على التنشيط. طيب بعد 11 يوم من التنشيط نيجي النهارده نبص على الجدر بتاعنا. النهارده نلاقي الجدر متواضع, ما خدناش جدر قوي على قد المصاريف اللي هو صرفها. طيب ايه السبب؟ لان املاح نطره جامد على وش المصطبه. قلنا نشك في الميه, نبص نحلل الميه بتاعته نلاقيها 1540. يبقى الطماطم ديت الميه اللي هو بيروي بيها بقى لها 11 يوم ملوحتها 1540. طيب والاملاح اللي نطره على وش المصطبه ديت بتدل ان في مشكله فيها في التركيب بتاعها, في المكونات بتاعتها, في العناصر بتاعتها. فبلا شك اكيد الكلور, وطبعا التحليل هو اللي يقول كده, اكيد الكلور هنا عالي, ماهوش نسب صغيره, واكيد الصوديوم كمان عالي عشان ينتج الاملاح اللي عندي دي. طب ونطره الاملاح اللي عندي ديت وانا كمان زارع على مصطبه, اصبحت نطره الاملاح كلها عندي بتتنطر حوالين الجدر فوق. يبقى هو لو كان زارع زراعات سطحيه او زراعات غويطه كان زمان الاملاح بتاعتي بتنطر على الجدر. انما النهارده اصبح المصطبه في ظل الميه ديت اللي بحطها 1540 اصبحت المصطبه نقطه سلبيه والاملاح كلها بتتنطر عندي على وش المصطبه زي ما احنا شايفين. طب انا النهارده لما يبقى عندي كده املاح على وش المصطبه بالوضع ده, لا ينفع دواء اعفان انا بحطه ولا ينفع تنشيط جذور انا بحطه, لان الملوحه العاليه دي تلغي كل الشغل بتاع النيماتودا والشغل بتاع الاعفان والشغل بتاع البطش. طيب واتفاجئ كمان الارض دي كانت مزروعه فاصوليا قبل كده, ففي بعض تقوي فاصوليا واقعه فيها فرطه فنمت اشتغل. ابص الاقي ان جدر الفاصوليا اللي موجود مع الطماطم حاليا دلوقتي النيماتودا فيه عاليه كبيره وبنسب كبيره واحجام كبيره اللي بتقطع. طب انا النهارده لسه الطماطم بتاعتي ما تاثرتش كتير. طب انا النهارده ملوحه زي ديت اعمل فيها ايه؟ لا هينفع فيها دواء عفان بحطه معاها ملوحه تغلب دواء العفان وتقلل الكبوت ولا هينفع منشطات جذور الملوحه تقضي على منشطات الجذور وتقضي على قوتها وتعمل لي ضعف في النبات ولا كده بنشط. ولو عملت النباتودا تقضي على قوه النباتودا عندي ومش هتاثر بنفس التاثير لو الملوحه لو الميه مظبوطه. فاذا النهارده الملوحه ضربت كل حاجه. طب انا هنا في الوضع ده هنا
هل يقدر ياخد من دار عنده بروح اقل واحسن؟ يعني طب مش متاح ينفع يدق بصوره ثانيه؟ طب انا النهارده عشان ادق بصوره ثانيه النبات بتاعي يخاف فيها، طب مش متاح، هل ينفع اركب جهاز؟ دي كلها حلول هو اضرب بيها عشان واقع في المطب الاول. من هنا لما ياخد الحلول ديت كل اللي يقدر يعمله دي بتتسكر الناس، يبقى مش هدي حل نهائي، انما مسكنات تمشي الزرع، هشتغل على الملوحه وعلى تنشيط لحد ما هو ياخد حل من الحلول الثلاثة اللي احنا قلنا عليها وينفذه ويفك الارض بيه والارض تتحرك معانا فيه. طب انا النهارده اقدر اعالج نباتات بالوضع ده؟ يبقى انا النهارده المفروض بعد 11 يوم النهارده المفروض ان انا كنت جاي اقلل الميه عشان اخلي الجذر يبتدي ينتشر ويتحرك ويبقى معدل انتشاره سريع. طب انا لو قللت ميه عشان الجذر ينتشر معايا بعد 11 يوم اصبحت الارض بالراحه هتبقى اكثر شراسه ويبقى اكثر قوه وهتضر الجذر بتاعي. اصبحت انت النهارده فرضت عليا ان النهارده بزياده الصبح واخر النهار عشان اعالج مبدا الملوحه بتاعي ده. طب وكمان انا النهارده كانت فرصتي النهارده لو الدنيا حلوه معايا كنت اشتغلت النهارده على النيماتودا قبل ما تبتدي تصيب لي الجذر بتاع الطماطم انجح واعدي بيها، وهي موجوده عندي شهاده موجوده في الفاصوليا اللي هي طالعه من البيت عندي. اصبح النهارده النيماتودا اللي انا احطها مع الملوحه في الفاصوليا هتقلل كفاءه النيماتودا عندي. اصبحت النهارده باجل وبخاطر ان انا مش عالج النيماتودا دلوقتي على ما انت تحل لي المشكله باحد الحلول الثلاثه اللي احنا قلنا عليها وتضرب لي مشكله الملوحه. يبقى اصبح انا النهارده غصب عني النهارده اجلت مشكله النيماتودا عندي اللي انا شايفها، اجلت مشكله العفان عندي اللي انا شايفها عشان النيماتودا الملوحه هتفسد قوتهم، وهشتغل ميه الصبح واخر النهار عكس ما الزرع عايز عشان احاول اسيطر على الملوحه على ما يحل المشكله دي. نرجع تاني ونقول ان اساس الميه اساس الميه اساس الميه، الميه لا يعلى عليها، الميه لازم تكون ميه مناسبه للنبات اللي انت بتزرعه عشان تظهر قوه النبات وتظهر مصاريفها. لو عملتك مشاكل تقدر تحلها لازم يكون عنده وسيله ميه مظبوطه، انما النهارده فاضل دخلني في دايره ولازم نشوف له حل من احد الحلول الثلاثه اللي احنا قلنا عليها، وكل ما يشوف حل بسرعه عشان نقدر نلاقي الاخطاء اللي هي جايه. يا رب تكونوا في الفيديو لو تابعنا مع لو بتابعنا مع الفيديو ده، كما شفت بتكلم معكم شباب، راسهم بتاع 0 4 5 6 1 9 6